السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا. يلا كلنا نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على الصلاة سيدنا والسلام. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا النهاردة جاي لكم في تحدي جديد بيني وبين عمر، على 2 بيتزا تولين بيتزا كينج، على 6 دقايق. ودعولي بس الأول اللي أنا أكسبه. أنا هكسب إن شاء الله. لا دعولي بس، لأن أنا أصلا بحب البيتزا جدا، بس ربنا يستر. لان انا المشكله ان انا فطرت الصبح، انا المشكله ان انا فطرت الصبح. أنت بتحضري يعني عشان لما تيجي تخسري؟ وايش يعني عرفك كل ان انا دوت هخسر؟ مقدمة عشان أنت تيجي لما تيجي تخسري؟ لا ايش عرفك ان انا هخسر؟ ما هو فطرت الصبح وما أعرفش إيه والكلام ايوه. دوت. لا لا لا، عشان يبقى ليه عذر. يعني أنت عايز تخسري؟ بس النهارده بقى الاقامه جميل جدا، فاذا قولي ان انا هكسب. هيكون يعني جميل جدا فعلا. فادعولي بقى ان انا اكسب. انا نفسي شيماء تتعاقب النهارده. انا متحمس ان شيماء هي اللي فعلا تتعاقب النهارده. شيمو لازم تخسر النهارده. لا ان شاء الله يا جماعه، ادعولي كده عشان اكسب باذن الله. وزي ما قلت لكم التحدي على 6 دقايق. بس قبل ما نبدا التحدي، اللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك، واهم حاجه اللايكات عشان دي بتدعمنا، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل الجديد بتاعنا. اوكي جاهزه؟ جاهزة. لا استنى، انت هتبدأ الوقت، اصبر اما افتحها. طبعا البيبسي مش داخل التحدي. تمام اوكي اهي يا يلا. جماعة، عشان اوريكم بس شكلها قبل ما نبدأ. لا كانت هادية الليل. استنى اهي يا ستي خالص، عشان اهي تعرفوا بس اهي. ايه ان انا ايه. اهي يا جماعة، كبيرة مش صغيرة. ايوه. كل ده بتعدل انها تخسر. لا ان شاء الله مش هخسر. قولي يا رب ان شاء الله. ما انا قلت ان شاء الله. ان شاء الله. طب بس خدي البيبسي بتاعتي اتفضلي طبقه ومنديل. الحاجه بتاعتك اهي. تمام منديل بعد اذنك. اوكي اتفضلي المنديل بتاعك اهو انا برضو. ممكن افتحها لكم كده برضه عشان ايه. استنى احنا هنعمل كده عشان تبقى باينه اكتر. تمام. لا صح، برافو. انا هعمل زيها على فكره، بس انا مش هقطع بقى، هو اصلا ايه مفتوح كده جاهز. لا انا مش بس عارفه هي كده اتقطعت خلاص. معايا بقى. اوكي اتفضلي المنديل. ميرسي. هي وقت ما تكوني جاهزه قولي جاهزه. ماشي يلا. بس هي اما اوكي انا افصل بس الحاجات دي كده منها. اوكي بس هما مش مقطعينها. لا هي متقطعه على فكره، طيب. متقطعه، وانا طبعا هناكل كده قطعه قطعه صح كده. امال هنعمل ماشي ايه؟ اوكي يلا، ايوه وقت تكوني جاهزه قولي جاهزه. يلا انا جاهزه. يلا بدء. بسم الله الرحمن بسم الله الرحيم. الرحمن الرحيم. نسمي بقى البتاع مش عايزه تطلع. احنا هنبدا كده من اولها. ما حلو جدا. سخنة ولذيذة. ده مش هحتاجه، ده خليه كده. لسه والله لسه. لانك اكتر حاجه بخاف منها لحد دلوقتي دوت. ليه؟ ما اعرفش، ما بعرفش اكسب فيه. بمهل عشان لو خسر. لا مش تمهيد، ده انا بحكي على اللي انا فيه. لما اخد جزء كبير يمكن تخلص. اهو كبيره. ايه حلوة؟ جدا. لا انا شايفها. لا لسه لسه لسه. حاضر. اتفضلي. يعني البيتزا الايطالي مش اي حد يعملها، لازم يكون حد فعلا متخصص في الحاجه دي تحفة. عشان يطلعها. طلعت طعمها كويس جدا.
انا هحتاج اشرب من الناسبور. ايه واحدة واحدة، انت بتعملي ايه كل ده؟ بالراحة بالراحة، مش عارفة ايه. الناس بيجري ولا بيجري ولا بتاع، ما هو واقف اهو. لو منك اه استسلم استسلم. ده يعقوب النهارده حلو جدا، بس ايه طعمه حلو قوي، عاجبني. منديل تاني. حاضر. كنت البيتزا بتحتاج منديل كتير قوي. انت مش عاجبني. لا انا نفسي مش عاجب نفسي. جميلة. واضح. شيء ما تكسر النهاردة. استمر استمر. ما باكل. استمر. اعمل ايه تاني؟ اعمل ايه؟ يمكن يا ابني. شغال اهو. انت ما بتجنش ليه؟ مش استنى قادر. يا عم الحاج، مش انا قادر. مستني شويه. ايه ايه باكل انا منك استسلم. بقول ايه ليه انا نفسي. حسن تقيلة بنت اللذينة. لا ما تقولش الكلام ده، هتستسلم؟ لا تقيلة، أنا مش هستسلم، بس أنا بوصل الحلال. حلال فيها. أكمل ولا تستسلم؟ لا لا بوصل، بس الحلال فيها. ماشي. بصوا بصوا عشان يخلي عقاب عقابين. ماشي. أنا دي. مناديل. ميرسي كتير. ما كنت استسلم، كنت ارحمك ملاكو، لكن تأكلني البيتزا كاملة عشان ما تستسلمش. ماشي. انا كنت شغال برضو جنبك اهو، انا كنت شغال بس على قد ما قدرت. لا صعبة على فكرة، تقيلة. وتقريبا هم متوصين بينا النهارده. لا بس هي طعمها جميل جدا على فكره. وفعلا زي ما عمر قال ان مش اي حد يعملها، في محلات كتير قوي بتعملها ما تبقاش اصلا طعمها حلو، تحس انت بتاكل عجينه. الايطالي بالذات غير غير الشرقي، الايطالي فعلا لازم يكون ليها ناس مخصوص عشان خاطر تطلعها بالطعم والحلاوه ديت فعلا. لا بس هي حلوه جدا يعني بيتزا كينج الصراحه. كويسه جدا في البيتزا بتاعتها، بجربوها اللي مجربهاش يعني. بس طيب احنا بقى
نتعلم ونرجع للعقاب الجميل اللي مستني عمر. استنونا استنونا. ورجعنا لكم تاني بقى في لحظة العقاب اللي مستني عمر، وزي ما قلت لكم في بداية الفيديو ان العقاب حلو قوي 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 هيعجبه يعني. هو اللطيف في الموضوع ان الراجل ده شكله مضحك بس. وبص وجايباله يعني ايه عشان يبقى العقاب ايه؟ عامل ازاي؟ طب ما انا جايبالك عشان العقاب يبقى مضحك اهو، يعني اعمل ايه تاني؟ طب ايه اللي جواه بقى؟ ايه اللي جوه البطن بتاعته؟ حاجه انت بتحبها. ما بحبهاش. لا بص يا جماعه عشان بس تعرفوا ايه ان انا حبهان. على فكره مفيد، مفيد تحطه في الشوربه، مفيد تحطه في صينيه البطاطا، مفيد في كل حاجه. فيعني انا يعني الحبهان الناس بتصطاده وتطلعه عشان ما يتاكلش، انا هاكله صرف كده. مين اللي بيصطاده؟ خلق الله كلهم. لا ده جميل جدا. تخيل بقى ان انت كده لما ايه ما تاكل بقى الحبهان ده بقى كده، عارف لو عندك برد يطلع البرد على طول. ما عنديش. بس ايه رايك في شكل الراجل؟ مش انت فضلت اقول لك استسلم يمكن لو كنت استسلمت كنت رحمتك. بس تاكلني البيتزا كلها عشان ما تستسلمش. بس ما تاكلنيش حبان. طيب ماشي. بص انا رحمه بيك هنقي لك اكبر واحده عشان ما اديكش اتنين. اكبر ايه؟ اكبر حبه هنايه. حبه هنايه؟ ولا اديك اتنين؟ لا لا كفايه واحده بالله عليكي. العمليه مش يعني مش ناقصه. مش لاقيه لك كبير. خلاص ما طلعت في ايديك ايه؟ خلاص انت بتعملي ايه؟ هتوزنيهم؟ تقسوا. يلا بالهنا والشفا. ولو عايز تاني قول لنا فتح البتاع. بص بص شكله حتى ده خلاص. في بس على فكره جميل، على فكره حلو قوي. طب سؤال، هتسمح في اي حاجه؟ ما تسألني السؤال ده كل مرة بقول لك وبنفس طيبة وتقولي لا. أما أنا عن نفسي مش هسامح، لكن أنت لو عايز تسامح سامح. على فكرة جميل ومفيد، بس أنا مش عارفة أنت مش حابه ليه؟ مش حد بيحبه. على فكرة جميل. لا في ناس بتاكله. بالله أنا بشوف عشان يضيع لك طعم البيتزا. ده هيضيع ده هيضيع الطعم لمدة أسبوع، أي حاجة هاكلها مش عايز أسيبها. وأنت بتاكل بص للراجل. هاتي كده هو اللي يسليني شوية. ينفع يا عم الحاج اللي بيحصل ده؟ بس يعني ما هو الشكل الخارجي الصغيرة دي، الشكل الخارجي مفرح لكن الداخلي. هقول لك على حاجة، هي الحاجات دي المفروض يعني كنت احط لك فيها فعلا ملح. فعلا يعني الواحد ثانية بصوا يا جماعة، هو اصل الحاجات دي بتاعت الملح وبتاعت الكلام ده. بس اقرا عليه كده. ايه الطربوش؟ هو المفروض بيتحط فيها ملح فلفل اسود الكلام ده، بس انا عشان اخلي نفسه يتفتح قمت ناقله له الحبان هنا. انا كده غلطانه فعلا. لا يعني جميل. البدايات ما تشدش فعلا، دي البدايات. انا مش قلت لك النهايات بقى ايه؟ دي النهايات. انا مش قلت لك عقاب حلو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت كده بقى بتتبطل على نعمة ربنا. ابلعها. لا ابلعها. لا تاكلها على طول. لا لازم اكل واسمع الاكل كمان. ديت عارف انا كنت اديك اتنين، واحدة هنا وواحدة هنا. نفسي مش مطلعاني ان انا اعمل كده. على فكرة جميل جدا. ايه ده حبايب؟ لا 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 استنى بقى، استنى استنى لازم اديك واحد تاني لان انا ما حسيتش بالطعم. ده ناشف، ده عامل زي ما يكون ماسك جذع شجره وعمال طيب حلو يعني ما مش عايز يعني طعمه حلو مش عايز يتكسر وطعمه فظيع. حلو عشان تبقى تاكد ان البيتزا كلها. ايه ده؟ صعب قوي.
نقعد بقى ساعة لغاية ما تتبلع. مش عايزة تتكسر. طب اعمل لها ايه؟ صعب ولا صعب؟ صعب بجد. دي واحدة، دي واحدة هبهان. انت عايزة، انا بس عايز ده بيلسع. انت في حد يعني موصيك عليا بيتصل بيك مثلا يعني يقول انا لك اعمل ايه؟ طب انا، زقي له طب النهارده انا ما رضيتش النهارده اكلك شطه كمان؟ اهو، كنت مثلا اقوم جايبه لك كوبايه فيها شويه شطه وعليها حبهان. شفت بقى ان انا رحيمه بيك ازاي؟ كل ده بقى استنى ده مش عايز يتكسر والله، مش استنى، عايز دي تمدله. واحده تانية تبلع بيها. خلاص بقى، خلاص بقى. لا لا طعمها بص صعب الراجل قوي. ده وانت هتبلع. شكله بيضحك والله. كده بقرع، كده بقرع. لا من لازم ادوقلك في يوم، لازم. اللي انت عملتيه النهارده ده، يعني انا غلطانه؟ يعني انا غلطانه ما خليتكش كلت اتنين؟ ده بدل ما تقولي شكرا. العفو على ايه؟ تعرفش عشان البلع. والله بس ايه رايكم يا جماعه، انا قلت لكم في بدايه الفيديو ان العقاب جميل جدا، والصراحه انا ما كانش عندي استعداد اخسر عشان ما عنديش استعداد ان انا اكله، فكنت عندي اصرار ان انا لازم اكسب عشان هو اللي ياكله، ومع ذلك وانا باكله لك حبيت اضحكك. صح؟ كله بص اضحك. شكله شكله كوميدي عامل ازاي؟ يا ابن اللذيذ. بس يا جماعة، وهو ده كان العقاب بتاع عمر النهاردة، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، كنا دمنا خفيف عليكم، وانتظرونا في فيديوهات تانية بقى جديدة وتحديات تانية، واكسب برضو عمر، والمرة الجاية بقى مش عارفة بقى لسه، بقى هفكر له بقى اكله اجري الحبان، يعني انا دي اخر حاجة وصلت لها. فانت عايزه بقى ايه؟ فاكتبوا لنا بقى في التعليقات ايه بقى ممكن، يعني ايه اكله 3 4 5 من ده، ولا دي اعمل ايه؟ واثقه ان هي خلاص هي اللي هتعاقبني بعد كده وهي اللي هتكسب والكلام دوت. لا ما انا مش هخسر عشان ما لا. اكلوش. في اقرب فرصه ان شاء الله. وليك يا عم الحاج ده، هتقولي عم الحاج ده ده ليه ان اخ؟ شاء الله. ليه اخ؟ ليه اخ؟ حجمكم هو اخوه ان شاء الله. يحضروا العقاب بتاعك. مستحيل مستحيل ان انا اخليك تاكلني حبايب. حبهان ده هيبقى حبان وبس. ده انا هخترع لك كده، مستحيل. انا هنزل في يوم كده عند العطار واقول له بص هات لي الحاجات كلها اللي بتجزع النفس اللي طب انا عندك. عايزه اقول لك على حاجه، انا عملت في ده فعلا مفيد. هو ايه ده حبان؟ والله هو مفيد. بس مش مش في الحاله اللي احنا فيها دلوقتي كده، لا يعني ليه، ما انت يتاكلش اكلت سر في بيتزا يعني غير كده لك طعم البيتزا. خالص. ده يقول لك اني كلت حاجه. طيب خلاص، طب يبقى خلاص انا كده عملت فيك ما معروف ولا لا؟ طب انا عملت فيك الضرب ده، عملتك فيك مهموس. انا كنت المفروض اعمل ايه؟ كنت المفروض ان انا قطعه بيتزا مثلا او مرشله عليها من فوق شويه حبهان وعليهم شويه كاتشب. حبان ومستكه. تصدق فعلا المره هاكلك المستكه. المستكه. طيب عملت عشان ما نطولش عليكم. يا رب يا يكون رب يكون الفيديو خفيف الدم عليكم خفيف يا وعجبكم، رب. واكتبوا لنا في التعليقات لو عندكم افكار، عشان احنا يعني حاجات بتفيدنا وبنقراها. تمام. ونسيبكم بقى في رعايه الله. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء ان الله. شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.